بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أحبائي في هذا الفيديو اللي هنقدم فيه موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي الاحترافية، ليس مجاني لكن بيديك 7 أيام تجربة مجانية ممكن تستفيد فيهم من الموقع ومن إمكانياته الرهيبة جدا. الموقع هو عبارة عن حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية هي سيرش إنجن، يعني ممكن تبحث عنه عن مقالات عن أبحاث في أي نقطة بحثية، وفي نفس الوقت الكتابة. وميزة الموقع انه بيجمع ما بين فكرة انك تكتب من مقالاتك الخاصة او تكتب من المقالات المتوفرة عنده هو في قاعدة البيانات اللي هي حجمها رهيب جدا. عشان تدخل على الموقع زيه زي كل المواقع، عندك الجيميل هتدخل بسرعة، عندك اي ايميل تاني هتقدر انك انت تسجل بيه ويبقى لك فيريفيكيشن كود وتتحقق منه. في كلا الحالتين الموقع سهل جدا التسجيل فيه. دخولك على الموقع لأول مرة قدامك الطريقتين. لاحظ هنا you have 7 days remaining on your free trial، يعني أنت عندك تجربة مجانية لمدة 7 أيام. بعد كده المفروض إن أنت تختار بلان. أنت حاليا على البلان اللي هي الفري، يعني طبعا أنا عايز أحدد طبعا التحديث زي ما أنتم شايفين بحاجات رمزية، لكن لمن يريد يعني شايف إن هو مناسب. مهم جدا انك انت لو انت عايز تكتب من مكتبتك الخاصه انك تشوف حاجه اسمها ماي لايبراري، ودي هوت ممكن تغير الاسم بتاعها للي انت عايزه، ممكن تضيف مكتبه جديده. يعني افترض ان انا هضيف مكتبه جديده هديها اسم وليكن مثلا حاجه في سيكولوجيكال كابيتال، فانا عارف انا هكتب اعمل حاجات بهذا الشكل. وانا هنا في السيكولوجيكال كابيتال ممكن طبعا، على فكره لو انا عندي زوتيرو ممكن اربط بيه كل المقالات بتاعتي، وممكن اربط بيه لو انا عندي مقالات موجوده زي ما قلت ان انا هنا في الجزء ده كده، دي الجزء الخاص بالمقالات اللي انا اقدر ارفعها واقوم جاي واجد يعني احطها في هذا المجال. ارجع مره تانية، ده لو انت ليك رغبه في انك انت ترفع مقالات معينه. هنرجع هنا مره تانية للصفحه بتاعتنا الرئيسيه اللي هي فيها، وهنا بيجيني كلمة upload document، ممكن ان انا احمل المستندات اللي انا عايزها من حسب الموضوع اللي انا مهتم. يبقى انا لو عايز احمل ملفات اروح هنا على اسم المكتبة اللي انا عايز ارفع فيها، فبتظهر لي كده اقول له add file، تمام. وممكن لو عندي مكتبة في مكان اخر زي ما قلنا بزيتيرو او كده، وهنا بيبدأ يفتح لي بقول له add files، بيقول لي هنا select files، هقول له كده choose file من هنا، وبعدين ابدا احدد المقالات واشوف كده ان انا يعني ممكن اخد مجموعه من المقالات اللي انا شايفها انها مناسبه وليكن مثلا المقالات دي وارفعها، واشوف هل هيسمح لي بتحميل 4 مقالات مره واحده ولا لا. طبعا انا بيقول لي ابلود ال4 مقالات، هيبدا يحملهم ونشوف النتيجه، لان مهم جدا تتاكد ان المقالات بتاعتك تم تحميلها على الموقع. طبعا طالما خلص كده وقال لي دان دان دان، يبقى اذا هو كده تم تحميلهم على المكتبه بتاعتي واصبحوا موجودين بهذا الشكل قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين كده. فلو رجعت مره تانية عند الابسلون، عند الصفحه الرئيسيه بتاعتي، ونفترض ان انا بقى دلوقتي عاوز ايه، عايز اسال سؤال خلي بالكم، ولا عايز اعمل سيرش في البابليكيشن، انا ما عنديش مقالات وعايز ابحث عن مقالات، ولا عايز اطرح سؤال بحثي وهو جاوب لي عليه، ولا عايز اعمل انالايز اتش بيبر، عايز اعمل تحليل لكل بيبر من اللي انا عملتهم دول دلوقتي، ولا عايز اعمل ليتريتشر ريفيو. طبعا الموقع زي ما انتم شايفين رائع جدا، خليني اقول له انا عايز اعمل ليتريتشر ريفيو. عامل ليتريتشر ريفيو حوالين ايه؟ حوالين السيكولوجيكال كابيتال برضو، اللي هو المصطلح السيكولوجيكال كابيتال and professional identity. طبعا لاحظوا ان انا حملت 4 مقالات فقط، فهنا بيقول لي المصدر اللي احنا نحاول نجاوب عليه منين. قدامك الاول بابليك بيبر اللي هي المقالات اللي موجوده متوفره على الاكسس، طبعا مش اللي هتبقى مش المدفوعه، اللي هي المقالات اللي موجوده في جوجل سكولر وسيمانتيك سكولر وكده، او يكتفي بمكتبتي اللي انا حليت رفعت عليها المقالات. نفترض انا قلت له يعني خليني في المقاله بتاعتي اللي هي المكتبة اللي انا رفعتها ليك دلوقتي، وبعد كده ممكن اعمل علامة انتر وانتظر هيعمل طبعا جنريت. خلي بالكم العدد المحدود اللي انا دخلته الى الان، وطريقة التوثيق اللي هو هيعتمد عليها
في الامر ده. طبعا لاحظوا كلمه سكول 2023 ده اسم المقاله اللي انا رفعتها، كانت بهذا الملف بتاعي كده. الملف الثاني اسمه تشاينيز 2022، يبقى هو هنا اعتمد تماما على المقالات اللي انا خدتها. تشانج طبعا ده احد المقالات برضو اللي انا رفعتها. اذا هو عمل لي بيقول لي الاربع مصادر اللي احنا اعتمدنا عليهم هي دي المصادر اللي موجوده قدام. في بعض المصادر قدر يجيب المراجع بتاعتها ويحولها الى مرجع واضح زي تشانج ده هوت، وفي التانيين ما قدرش يوصل لي، يعني من خلال المحتوى بتاعهم ما قدرش يوصل. ودي امور ممكن طبعا نعالجها احنا ونصلحها قبل ما نستخدم المقال. لكن شايفين اعتمادا على المقالات اللي انا رفعتها هم اربعه بس قدر يكتب لي الكلام اللي انتم حضراتكم شايفينه بهذا الشكل. طب ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل كوبي نسخ للكلام ده هوت، طبعا يوزنج ذا ارتكل بلو، احنا استخدمنا المقالات اللي انت حددتها. وممكن اعمل شير مع اي حد، طبعا شير ده لو عندي شخص عايز يشاركني في اللي انا وصلت له ده ممكن ان انا اعتمد يعني اشيره معاه. هيديك لينك طبعا، وحضراتكم اكيد تعودتم على هذه الامور. طيب يبقى احنا عندنا حاجتين، يا اما نعمل نسخ لهذا الكلام بيقول لي تم نسخها، او ان انا اقول له شير، وهنا بيقول لي ان تم يعني اليو ار ال تم حصول عليه. لو انت رحت على اي فتحت حاجه تانية او اي شخص هتبعت له اللينك ده وعملت له كده هيقدر يوصل على نفس اللي انت عملته من الموقع باللي انت الجزء اللي انت ايه اللي انت وصلت له. طيب دي جزئيه مهمه، تعال نجرب نفس الامر بقى ونخليه ان السورس بقى اللي يعتمد عليه هي all public papers، كل المقالات المفتوحه. وهنا بيسمح لي يعني ان انا احط فلترز. يعني ايه؟ يعني انا عايز مقالات من 20 ل 24، مش للدرجه دي، لكن المينيمم سيتيشن يعني المقاله دي تكون تم يعني الحصول عليها في عدد من المقالات. الجورنال تكون مناسبه طبعا اكيد. سيلكتيف لو انا عايز اختار مقالات معينه ولا عايز انها اول سورسز، خلينا نقول له كده. بيقول لي سيلكتيف دي يعني ريكومندد بنوصي بيها. موست ريليفنت ده طبعا لازم تكون انها يعني مناسبه للموضوع، فخلينا نقول له والله سيلكتيف انتقائيه. وبعدين طبعا هنطبق الكلام ده هوت، وبعدين هنرجع مره تانيه ونعمل علامه انتر. ار يو شور؟ بيقول لي اللي انت بتعمله ده هيلغي اللي انت كنت عامله قبل كده، فهل انت موافق على الكلام ده هوت؟ واقول له ماشي كونتينيو، مفيش مشكله. انا ممكن اكون ده خدته وعملت له حطيته في عملت له نسخ وحطيته في حته معينه، لكن احنا بس بنعمل الموضوع بالغلط دي. يبقى المره دي مش المكتبه بتاعتي الاربع مقالات بتوعي او الاربع ابحاث اللي انا رفعتهم، لا انا تركت له الحريه، لكن قلت له والله اختار لي مقالات تكون منتقاه بعنايه. المقالات دي طبعا من سنه 2000 لغايه 2024. بيقول لي انا بدور على المقالات، هيمر بالمراحل ونرجع نشوف مع بعض. شايفين حضراتكم الاحترافيه العاليه جدا اللي تم بيها كي فايندنج اهم النتائج، معجزه بجد يعني امور. وهنا كلها لينكات للمقالات اللي هو اعتمد عليها، ادي لينكات للمواقع اللي هو اعتمد عليها او المراجع اللي اعتمد عليها. شايفين 22 23 23 19 22 طبعا، لان احنا قلنا عايزين. بيقول لي كمان الليتست ريسيرش البحوث اللي تم نشرها مؤخرا في 22 تشالنج اوبن كويتشن، في عندنا تحديات واسئله مفتوحه وفرص طبعا لبحوث اخرى. المنهجيه اللي استخدمت في هذه البحوث طبعا زي ما انتم شايفين يعني حجم، ودي المراجع اللي هو اعتمد عليها زي ما حضراتكم شايفين. هذه هي المراجع اللي تم الاعتماد عليها، وعايز تحمل مراجع اخرى ممكن انها تساعدك. انا هترك لحضراتكم تقييم الموقع وتقولوا لي رايكم في الموقع ده هوت ايه. طبعا زي ما قلنا ان احنا ممكن ناخد نسخ من الكلام ده ونروح على ملف زي الورد ونحط لصق ونشوف الناتج النهائي شكله عامل ازاي. بدون اي تعديلات على الموقع او الناتج، انا سبته حتى بال HTML بالمارك داون، لغه المارك داون اللي احنا عارفينها. حضراتكم هتشوفوا الكي فايندنج، وده كل ده تم كتابته في جزء من الثانية حداثة المراجع. المراجع ما تشكش أبدا، لا يمكن إنها تكون مراجع مستهلكة أو مراجع كلها مراجع 2020 2023، شيء طبعا يعني حاجات أبديتنج بيفتح لك فرص زي ما أنت شايف. بإيه الفرص المتاحة إن أنا أعمل دراسة تجريبية أو أعمل
ورك بليس والبينج، اشوف اركز على بيقدم لي مصطلحات اداره الضغوط، كل الكلام ده هو بيديني فرص لبحوث اخرى وكيفيه المنهجيه اللي اخرج بيها، ثم بيكلمني كمان ايه الابحاث اللي تم الاعتماد عليها. اتمنى يكون الفيديو ده افاد حضراتكم. مره تانية كما تعودنا في نهايه اي فيديو بقول لك عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بعمل له شير، في جميع الاحوال او تنسى تعمل سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.